تعالوا نشوف سؤال حلقتنا النهارده، وهو الاهلي ام الاتحاد السكندري من ترشح للفوز بدوري سوبر السله؟ تعالوا نشوف اجابات حضراتكم. احمد خالد حويد بيقول الاتحاد ان شاء الله. محمود احمد الدوري في الشاطبي باذن الله. محمد عبد الله الاهلي ان شاء الله. رضا فوزي الاهلي ان شاء الله، كده 2-2. حماده الدولي الاتحاد ان شاء الله، اللعبه دي لعبتنا. سامح علي بعد خساره الاهلي لبطوله كاس مصر امام الاتحاد، من الصعب ان يخسر الاهلي بطوله اخرى امام الاتحاد، لذلك اتوقع فوز الاهلي ببطوله دوري السوبر السله لرد الاعتبار ومحاوله تعويض الجماهير عن الخروج من بطوله البال وعدم التاهل لكاس العالم للانديه لكره السله هذا العام، دوري السوبر اهلاوي. تامر حوده بيقول الاهلي ان شاء الله يحافظ على لقبه. محمد عبد الفتاح بيقول باذن الله للدوري في الاسكندريه.